بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأشرف رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله وتوفيقه تتواصل الدروس العلمية في رحاب المسجد الحرام، ومن خلال آيات كتاب الله وتفسيرها من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وأجزم أنكم سمعتم الآيات، وهذا من التفاعل بين الدروس والتهيئة في استحضار الآيات العظيمة التي جاءت بها هذه السورة الكريمة. وقد كانت الآيات في السياق الماضي في قوله تعالى: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. لما تحدثت الآيات عن هذه الرسالة الكونية في التأمل في السماوات وفي الأرض وفي الجبال وفي النبات وفي المطر، وأن ذلك دليل على الخروج والبعث، أنتم معنا يا جماعة؟ بعد هذه الآيات جاءت الآيات في سياق بيان ما كانت عليه الأمم السابقة وفائدتها من ناحيتين: الناحية الأولى التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنك يا محمد وإن كذبك قومك فقد كذبت رسل من قبلك، وفي هذا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن كل داع إلى الحق سيكذبه قومه. والفائدة الثانية التهديد والوعيد لهؤلاء المكذبين: فإنكم كما كذبتم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم سيحق بكم وعليكم ما حق بالأمم السابقة التي كذبت رسولها. ولهذا قال: كل كذب الرسل فحق وعيد. ذكر الله عز وجل ثمانية أقوام كذبت قبلهم: قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. هؤلاء كذبوا رسلهم، كذبت قبلهم، كذبت من فعلت في السياق الماضي، وهو لون من ألوان الاعتبار والادكار بما مضى من أحوال الأمم السابقة.
فقوم نوح لما كذبوا نبيهم نوحا عليه السلام أغرقهم الله عز وجل بهذه الآية العظيمة، وهي الإهلاك بالغرق. والفئة الثانية وأصحاب الرس. من هم أصحاب الرس؟ اختلف المفسرون في المراد بأصحاب الرس على 5 أقوال أو 6 تقريبا. القول الأول أن أصحاب الرس هم بقايا ثمود، قوم من بقايا ثمود. القول الثاني أن أصحاب الرس هم أصحاب ياسين الذي ذكره الله عز وجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. القول الثالث أن أصحاب الرأس هم أصحاب الأخدود، وهذا ما رجحه شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله، الذين جاءت قصتهم المعروفة، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود الآيات. قول الرابع أن الرس بئر بأذربيجان. القول الخامس أنها من أطراف اليمامة. مش بقي؟ بقي القول السادس، المراد بالرس الدفن، وهؤلاء قوم أرسل الله إليهم نبيهم فقتلوه ورسوه ودفنوه والعياذ بالله. ولهذا ذكر بعض المفسرين بعض الآثار في قصة أصحاب الرس، وأن ابنة أصحاب الرس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورحب بها وقال لها: أهلا ببنت أخي الذي كذبه قومه فقتلوه. واختلف في اسم الرسول الذي أرسل إليهم، فقيل إنه حنظل ابن صفوان، وقيل غير ذلك. هذا باختصار المراد بأصحاب الرس. واضح هذه الأقوال الستة التي ذكرها المفسرون في أصحاب الرس؟ وقطعا أصحاب الرس كانوا معروفين عند المخاطبين في وقتها، ولذلك ذكرهم لهم ليعرفهم ويذكرهم بقصته. وثمود القبيلة المعروفة، الحجر في ثمود ومدائن صالح، وعاد قصتهم أيضا معروفة، قد أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام فكذبوه فعاقبهم الله عز وجل بالريح الصرصر العاتية. وفرعون كذلك خبره معروف في ظلمه وفساده وتكبره وطغيانه وادعائه الألوهية والربوبية. ومن لطائف التفسير أنكم تلاحظون أن الله لم يقل وقوم فرعون، قال وفرعون، لأن فرعون نفسه أمة في الطغيان والظلم والتكريم. وفرعون وإخوان لوط أيضا
لوط النبي والرسول المشهور الذي أرسله الله عز وجل بقومه فكذبوه فحق بهم الهلاك والعياذ بالله. وتلاحظون أنه قال وإخوان لوط، كأن فيها معنى الصحبة والعشيرة والأسرة للتذكير بعظم هذه الرسالة، وأيضا تعبير باللطف حتى مع المخالفين. لهذا قال في الأحقاف واذكر أخا عاد. الأخوة هنا طبعا ليست أخوة الدين، وإنما هي أخوة الصحبة والعشيرة. لهذا لما كان شعيبا ليس من أصحاب الأيكة قال في سورة الشعراء في كل الأنبياء كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود إذ قال لهم أخوهم نوح، أخوهم صالح، أخوهم هود، وشعيب قال لهم شعيب، لأنه والله أعلم ليس من القبيلة نفسها. طيب، وتلاحظون أيضا العموم في قوله وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة، عفوا أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، والأيكة هي الشجرة الكثيفة ذات الأغصان المتداخلة ومجموعة الأشجار الكثيفة، تسمى الأيكة وتسمى غيطا على اختلاف اللهجات واللغات في هذا. فأصحاب الأيكة وقوم تبع هذا ملك من ملوك اليمن من حمير، وكان عهده قديما. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. تبع هذا ملك كان له من الملك الشيء العظيم والقوة والجبروت، حتى إنه هم أن يهدم الكعبة وأتى إليها، وفي الطريق شرح الله صدره وعاف الله بيته فأسلم. وكان من أعماله العظيمة أنه أول من كسى البيت، تبع الحميري أول من كسى البيت، كساه بالبرد اليمانية. وكان ملكا من الملوك الصالحين، حتى إنه ألف أبيات من الشعر في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن قوم تبع من كذبوا نبيهم، وممن كذبوا بالرسالات، ولهذا قال وقوم تبع. كل صيغة من صيغ العموم، كل هؤلاء كذبوا بأقوامهم مما ذكره تبع في أبياته المشهورة. يقول شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره
لكنت وزيرا له وابن عم. فهؤلاء أقوام تبع والأقوام قبله السبعة كل كذب الرسل. وتلاحظون العموم، ما قال كل كذبوا رسولهم، قال كل كذبوا الرسل، دل على أن من كذب رسولا واحدا فإنه يكذب بجميع المرسلين. ولهذا قال في نوح عليه السلام في قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، ما قال رسولهم، وهكذا عاد. ولهذا نحن أبناء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. بينما اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن في أبناء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحد حتى يؤمن بجميع الرسل. فلو أن مسلما كفر بعيسى أو كفر بموسى فإنه ليس بمؤمن. ويدل على هذا الحديث الصحيح المعروف: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، دخله الله الجنة. فهذه لفتة ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا لها، وهو الإيمان بجميع الرسل. ولهذا كان الإيمان بجميع الرسل ركنا من أركان الإيمان. كل كذب الرسل، هذا الواقع والحال. النتيجة ما هي؟ فحق وعي. الفاء هنا فاء السببية، لما حصل الهلاك كان، لما حصل التكذيب كان سببا في الهلاك. فحق وعيد، والوعيد هنا معناه العقوبة التي أرادها الله عز وجل لكل قوم. ولهذا في فرق بين الوعد والوعيد. فالوعد يقال أوعد، والوعيد وعد، أو العكس، ها العكس، وعد. ولهذا قال: اي نعم، واني اذا وعدته او اوعدته لمخلف لمنجز اعادي ومخلف موعدي. ولهذا وعد الله الذين امنوا منه وعد، واما الكفار اوعد او وعيد. وهذه من الامور الواضحه ولله الحمد منه. فحق وعيد اي وجب، وكتب عليهم الوعيد الذي أوعده الله، أو أوعده الله المخالفين والكفار. فحق وعيد، هذه قصص الأنبياء وفيها العبرة والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقد جاءت في آيات القرآن وسوره، في سورة آل، في سورة الأعراف، وفي سورة هود، في سورة الشعراء بالتفصيل. وأما هنا فكانت في سياق الإيجاز والاختصار كلفتة لهم وتسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كذبت قبله. نفس الآيات، حتى أشوف إيش قال المصنف رحمه. لا التفسير، يقول الآيات قرأت كفيتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما ذكرهم بهذه الآفات السماوية والأرضية خوفهم أخذات الأمم، وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين، فقال: كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام، كنوح كذبه قومه، وثمود كذبوا صالحا، وعاد كذبوا هودا، وإخوان لوط كذبوا لوطا، وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا، وقوم تبع. وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام، فقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، ولم يخبرن الله من هو ذلك الرسول وأي تبع من التبابعة، لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب لكونهم من العرب العرباء الذين لا تخفى ماجريتهم على العرب، خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل، يعني أحداثهم وقصصهم ووقائعهم. فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحق عليهم وعيد الله وعقوبته. ولستم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا منهم، ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم، فاحذروا جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو المنشأ الأول. نعم، ثم عادت الآيات بعد ذلك: أفعينا بالخلق الأول، عادت لتذكر بالبعث بعد الموت، ولتلفت نظر القارئ والمتلقي إلى التفكر في خلقه. أفعينا بالخلق الأول، أفعينا من العي وهو العجز والتعب، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت. أفعينا بالخلق الأول، هل تعبنا أو عجزنا أن نخلق الخلق؟ حاشا، تعالى الله عما يقول: الظالمون علوا كبيرا. بل هم هؤلاء الذين ظنوا عدم البعث في لبس وخلط وشك، بل هم في لبس من خلق جديد. هؤلاء الذين كذبوا بالخلق الأول وبالبعث بعد الموت في شك وارتياب أن نعيد الخلق من جديد، وهذا فيه إثبات قدرة الله عز وجل وعظيم حكمته جل وعلا. بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان، إثبات خلق الله عز وجل للإنسان، وكما قلنا إثبات الخلق الابتدائي ابتداء إثبات له انتهاء أو من جديد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه. ولقد خلقنا الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، في جسده، في عقله، في سمعه، في بصره، في جميع جوارحه، آية من آيات الله عز وجل. ومن تمام علمه سبحانه أنه خلق الإنسان ويعلم كل شيء فيه وعنه، ونعلم ما حتى الوسوسة، ونعلم ما توسوس به نفسه. الله أكبر، هذا يدل على أن واجب المسلم أن يستشعر
رقابة الله ومعيته، وأنه يعلم كل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، حتى الوساوس. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الوساوس والخطرات وما يدور في ذهن الإنسان يعلمه رب العالمين. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن واجب العبد ألا يوسوس إلا بالخير، لأن حتى الوسوسة يعلمها الله عز وجل. بمعنى أحاديث النفس وما توسوس للإنسان نفسه، وقد توسوس للإنسان نفسه بالكفر، بالشرك، بالظلم، بالإلحاد، تشكيك والتعجيز في أمر الخلق وأمر هذا الكون. وهذا يحصل لكثير من الناس اليوم مع شديد الأسف. وحتى المعاصي، فعلى الإنسان أن يحذر أن توسوس نفسه أو تحدثه إلا بالخير، وأن هذا أيضا كله مكتوب. سيأتينا في الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل نحن هنا المراد بها الله عز وجل؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل المراد به الله أو علمه سبحانه أو الملائكة الذين موكلون بكتابة الحسنات والسيئات؟ نعم، المراد أن الله عز وجل أقرب فيما يريده سبحانه، فيما يعلمه جل وعلا، للإنسان من نفسه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد الوتين، ثم لقطعنا منه الوتين، وهو العرق الذي بين الحلقوم والرقبة، الذي هو بالنسبة لبهيمة الأنعام ما يذبح أو حتى ما ينحر ويقطع. فالله عز وجل أقرب إلى العباد من أنفسهم. ويرى بعض أهل العلم أن المراد به هنا علم الله عز وجل وإحاطته وقدرته جل وعلا، وقيل ذلك نفياً لما يعرف بالحلول والاتحاد. والواقع أن ليس فيه حلولاً واتحاد، وأن الآية على حقيقتها، وأن الله مع علمه بذلك، فهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. لأنه لو أراد أن المراد ذاته سبحانه، أن المراد ذاته سبحانه، لقال: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد. لكن سياق الآيات يدل على الحساب وما تفعله الملائكة وملائكة الاحتضار. لهذا قال في المحتضر في آية في سورة الواقعة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من الذي نزل الذكر؟ الذي نزله على الحقيقة الله رب العالمين، لكن بواسطة الملك جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهذه
إشارة إلى أهمية مراقبة الله عز وجل واستشعار معيته، إذ يتلقى المتلقيان الملائكة الملكان الكريمان اللذان أوكل الله إليهما الكتابة عن اليمين وعن الشمال قعيد، والأصل فيها عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، ولكن هذا أسلوب من أساليب العرب تستدل به على جواز حذف المعلوم، ومنه قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. التقدير: نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. أصل السياق عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فيصبحان قعيدين. نعم، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد يعني مترصد، قاعد يترصد يكتب ما يصدر من الإنسان. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهل يكتب الملك كل شيء أو يكتب الحسنات والسيئات؟ قولان لأهل العلم. ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن إلى أن الكتابة للحسنات والسيئات، وذهب الحسن وقتادة إلى أنه يكتب كل شيء، بدليل العموم في قوله ما هنا موصولة، يعني الذي يصدر من الإنسان كله يكتب. ولهذا ورد عند أحمد وعند أبي داود والترمذي أن الملائكة يكتبون كل شيء، حتى الأكل والشرب والقيام والقعود والنوم، قال طاووس حتى الأنين. ولما بلغ الإمام أحمد في مرضه أن الملك يكتب كل شيء حتى الأنين، كف رحمه الله عن الأنين وقت مرضه، لأنه يشعر بشيء من الجزع أو التسخط، وأصل المسلم أن يرضى بما قدره الله عز وجل. والحديث العظيم الذي رواه بلال بن الحارث عند البخاري ومسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. قال علقمة: جعلنا حديث بلال بن الحارث نتفكر في كل شيء نقوله. يا سبحان الله، كيف كان ورع السلف في حفظ اللسان! أين نحن اليوم مما تروجه وسائل التواصل الاجتماعي من الكذب، من الافتراء، من الشائعات المغرضة، ومن أين هؤلاء لا يتذكرون أن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وعتي، الذين يقعون في العلماء وفي ولاة الأمر وفي أمن الأمة وفي أعراض المسلمين، أين هم عن التفكر في هذا الأمر العظيم؟ ولا شك أن هذا دليل ضعف الإيمان وقلة الورع والخوف من الله عز وجل. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إلى الحق. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذا يشعر همة المسلم في ضبط لسانه وضبط جوارحه والعمل بالحسنات حتى تكتب، وبترك السيئات واجتنابها. ولهذا ورد أن
أن الملك الذي على اليمين هو أمير الملك الذي على اليسار. ومن لطف الله بعباده أن يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال إلى الله، فيقول ملك اليمين لملك الشمال: أنظر عبد الله لعله يتوب أو يستغفر. فهي فرصة أن يدوم الإنسان على التوبة وعلى الاستغفار وعلى عمل الحسنات والبعد عن السيئة. نعم، هذه آيات عظيمة الحقيقة، وفيها فوائد متعددة. نقرأ كلام المصنف رحمه الله: ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو المنشأ الأول على الخلق الآخر، على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة، فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرفات والرمم. فقال: أفعينا، أي أفعجزنا وضعفت قدرتنا بالخلق الأول؟ ليس الأمر كذلك، فلم نعجز ونعي عن ذلك، وليسوا في شك من ذلك، وإنما هم في لبس من خلق جديد. هذا الذي شكوا فيه والتبس عليهم أمره، مع أنه لا محل لللبس فيه، لأن الإعادة أهون من الابتداء، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان، فيخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم، وأنه يعلم أحواله وما يسره ويوسوس في صدره، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان، وهو العرق المكتنف لثغرة النحر. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب منه في جميع أحواله، فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال، فيجلهم ويوقرهم، ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين. ولهذا قال: إذ يتلقى المتلقيان، أي يتلقيان عن العبد أعمالهم كلها، واحد عن اليمين يكتب الحسنات، والآخر عن الشمال يكتب السيئات، وكل منهما قعيد، قعيد بذلك متهيئ لعمله الذي أعد له ملازم له. ما يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد، أي مراقب له حاضر لحاله، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أحسن. فوائد الآيات، الفوائد، يلا اللي فيكم النعاس تفضل. أولا: تسلية النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار الرسل السابقين: كما كذبت يا محمد لا تجزع، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سام، لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، قد كذبت رسل من قبلك، بل يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. وهكذا الأصل في الداعي إلى الله أنه يدعو ويبين الحق ولا يهتم بكثرة الأتباع والجمهور، وإنما عليه أن يسير على الحق على ما دل عليه الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة، ولا عليه من الأتباع. نعم. ثاني، أحسن. الثانية: الاعتبار، أيضا الاعتبار، قصص السابقين فيها عبرة، ولهؤلاء المكذبين الذين خاطبهم القرآن الذين كذبوا محمدا: ألا تخشون حينما تكذبون محمدا أن يحل بكم ما حل بمن كذب قبلكم ممن كان قبلكم، نوح وعاد وثمود وفرعون وإخوان لوط والأمم المكذبة السابقة. ثالثا: أحسنت، الوعيد الشديد على من كذب رسولا، وأن من كذب رسولا كذب المرسلين جميعا، كل كذب الرسل فحق وعيد، إثبات وعد الله عز وجل للمؤمنين ووعيده على الكافرين. نعم، أرفع الموجة شوي.
إثبات البعث، نعم، بعد الموت. أفعيينا بالخلق الأول؟ وأن الخلق، إعادة الخلق أهون من بدايته، ولهذا جاء في صحيح البخاري أنه يؤذيني، أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. نعم. نعم، إثبات خلق الله للإنسان وعلمه المحيط بكل شيء حتى الوساوس وحديث النفس. نعم، الحث على مراقبته سبحانه بالذات فيما يلفظ من الأقوال والكلام في الأعراض، في أعراض الصالحين، أعراض الأخيار، أعراض ولاة الأمر، أعراض العلماء، أعراض الدعاة إلى الله وأهل الخير، أعراض أهل الحسبة وما إلى ذلك، من بل أعراض المسلمين جميعا كلها. أحسن، وأن كل مكتوب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم. نعم، من عمله. نعم، والله خلقكم وما تعملون. بقي شيء؟ تفضل. وجوب توقير الله عز وجل. حسن، أن على العبد وهو يفعل الحسنات أن يستشعر رقابة الله، وهو يفعل السيئات أو قبل أن يهم بها عليه يتوب إلى الله ويستشعر رقابته سبحانه. نعم، التأسي. نعم، جانب التأسي والاقتداء. ها، في شيء؟ سم. أحسنت، إثبات وجود الملائكة وأنهم يقومون بأعمال عظيمة، منها حفظ الناس، ومنها تدوين كتاباتهم، أعمالهم، كتابة أعمالهم، وأن فيهم الرقيب والعتيد. رحمة الله بعباده أن هيئ له، أن هيئ لهم الملائكة، وفتح أبواب التوبة إليه لهم حتى تمحى هذه السيئات. ولهذا جاء في حديث يمحو الله ما جاء في آية يمحو الله ما يشاء ويثبت، أنها من الأقوال فيها أنها في ما يذكره الملكان بعضهم لبعض، فيمحو صاحب السيئات السيئات التي يفعلها الإنسان إذا تاب وأناب. بارك الله فيكم، ما شاء الله. توقير الجلساء، نعم، استشعار يعني معية هؤلاء الملائكة للإنسان، وأنه يستحيي ويتأدب معهم ويكثر من الحسنات ويتجنب السيئات. شكرا، بارك الله فيكم، ما شاء الله.